أعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي عن أمله في أن يدعم القرار الإسترالي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية في توحيد الموقف الإقليمي والدولي لصياغة استراتيجية صارمة وحازمة تردع هذه الميليشيا الإرهابية. جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض سفير استراليا لدى اليمن، حيث تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها التصعيد الحوثي ضد الخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. إلى ذلك تم مناقشة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في بلادنا نتيجة التداعيات الكارثية للاستهداف الحوثي للمنشآت الاقتصادية الحيوية والجهود المبذولة من قبل المجلس الرئاسي والحكومة لإخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به. وبحسب بيان نشره إعلام ما يسمى بالتجمع اليمني لحزب الإصلاح، فإن النائب الزبيدي التقى بعض من أعضاء حزب الإصلاح في العاصمة السعودية الرياض. إعلام ما يسمى بحزب الإصلاح اليمني قال إن اللقاء ناقش أهمية استكمال المعركة في مواجهة المشروع الإمامي الحوثي واستعادة الدولة، وكذا توحيد المكونات لمواجهة التحديات والمخاطر التي يسببها المشروع الحوثي المدعوم من إيران على اليمن ومحيطه العربي. فيما أعرب مراقبون عن استنكارهم من مواصلة القيادة الجنوبية استمرارها في الشراكة مع قوى الفساد والإرهاب اليمنية، مشيرين إلى أن الشراكة قد أفرغت من مضمونها. وعلى نحو ذلك زار وفد من مكتب المبعوث الأممي لليمن برئاسة المستشار العسكري للمبعوث زار قيادة المنطقة العسكرية الثالثة. الوفد الأممي اطلع في اللقاء على المستجدات العسكرية في ظل استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي في الجبهات، وجرى في اللقاء التذكير بالتجارب المريرة مع ميليشيا الحوثي وخروقاتها الدائمة لكل الهدن السابقة ونقضها الدائم لكل المعاهدات والمواثيق الخاصة بالسلام، مؤكدا أن الميليشيا غير جادة بشأن السلام. قيادة المنطقة العسكرية الثالثة قالت إنها جاهزة للمواجهة والحسم في حال عدم رغبة هذه الميليشيا إحلال السلام، وذلك بعد مرور 10 سنوات على الحرب الحوثية وبسط سيطرتها على الشمال. وفي إطار المواقف الدولية، ومنذ أن بدأت الحرب الحوثية في اليمن كان للجانب الكوري الجنوبي موقف إيجابي ثابت اتجاه الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ناهيك عن تقديمها المساعدات التنموية والإنسانية للشعب لتخفيف مآلات الحرب الحوثية التي فاقمت من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في ظل الزخم المتواصل للوصول إلى حل ينهي الأزمة في اليمن، تنشط كوريا الجنوبية ضمن دول الإقليم والعالم لحشد الجهود لإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل العادل في البلاد. ومن بين تحركات كوريا الجنوبية التقى سفيرها لليمن دو بونج كاي النائب عيدروس الزبيدي في العاصمة الرياض، ودار الحديث بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك عقب لقاء السفير الكوري عضو المجلس طارق صالح. تتتابع التحركات الكورية الجنوبية ووصلت إلى مدينة المكلا في زيارة هي الأولى للسفير الكوري لحضرموت، التقى خلالها السلطة المحلية بالمحافظة والتي استعرضت بدورها مستجدات الوضع الإنساني في حضرموت في ظل تزايد المعاناة جراء اعتداء الميليشيات الحوثية على ميناء الضبة النفطية وموانئ تصدير النفط واستمرار تصعيدها ضد خطوط الملاحة البحرية والجهود المبذولة لتحقيق السلام. الحديث حول حضرموت والبلاد ككل ركز في هذا اللقاء حول تضرر التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير بسبب الأزمة الحالية، حيث أن الحرب ضيعت ما يقارب 2,700,000,000 دولار سنويا حسب ما أورده خبر السلطة المحلية بحضرموت، في وقت أضاف فيه بأن كوريا تدعم اليمن حاليا بنحو 20,000,000 دولار سنويا في المجالات الإنسانية مع اعتمادها دعما إضافيا في العام المنصرم في مجال البرامج التنموية بنحو 12,000,000 دولار. في هذه الزيارة الراهنة من المزمع أن يفتتح السفير دو بونج كاي بمعية السلطة المحلية في حضرموت المعمل الكوري المقدم كمنحة من بلاده للمعهد التقني الصناعي بالمكلا
يضاف ذلك إلى الجهود الكورية والتي تأتي في إطار جهود المجتمع الدولي لدعم المحافظات المحررة في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الراهنة.